صورة صورة كلنا كده عايزين صورة 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 كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة. يا زمن صورنا صورنا يا زمن صورنا. ده انت لو دخلتي معايا الصورة هتاكلي الصورة كلها وتبلعيها. ربنا يسعدك يا بيه زي ما عايز تسعد الناس كلها. سعادة. سعادة ايه يا سوسو؟ سعادة ايه؟ وصلت ان انا ونيس ابو الفضل جد الله عويس عبد الحق اقعد افطر لوحدي. كله سافر، كله راح على بيته، وبقيت لوحدك يا جميل. ايه في يا سوسو؟ بس تعرف عقلك يقولك عشان بقيت لوحدك تنقص من ماهيتي تعريفة اعمل لك وقفة احتجاجية وشغل بلطاجة لا تطلع ولا تنزل. طب عادي عادي يا سوسو افطري معايا. انت مش ناوي تفطر بقى؟ ده انا امسح لك الطباق دي في ثانية. بالهنا والشفا امسحيها كلين. انا شخصيا عادي يا سوسو اتفضلي عادي مش مول هفطر لوحدي عادي. معلش مفيش طبق ليكي. خدي بقى نغمس مع بعض كده اهو. اتفضلي اتفضلي. انت ايه يا بيه؟ ايه الطيبة دي؟ ايه نفسك الحلوة دي؟ ما عندكش فقير وغني، ما عندكش غلبان وقوي. هي دي يا بيه العدالة الاجتماعية اللي بيقولوا عليها؟ حقوق الإنسان بتقول عليها عدم التمييز، يعني ممنوع التمييز بين الراجل والست، بين المسلم والمسيحي، بين الغني والفقير، بين الحاكم والمحكوم، بين صاحب الإعاقة وغيره، وحاجات تانية كتير. اهو انا بسمع في التلفزيون حكايه حقوق الانسان دي كتير، بس احنا ما شفناهاش. هو اللي زينا يشوفها امتى يا بيه؟ لما كل واحد يعرف واجباته ويؤمن بحقوق الناس التانيه. طب قول لي بجد يا بيه، لو ولادك وعيلتك كلها موجودة كنت هتقعدني افطر معاك؟ يعني ممكن ما اخدش بالي، بس المشكلة عندك انت. المفروض انت ما تعمليش حاجز، ما تعمليش تمييز، ما تصرفيش بتمييز وتستبعدي نفسك وتبعدي. يعني لو كان ولادي واحفادي والعيله كلها قاعدين على ترابيزه السفره وانت اللي عامله اللقمه بايدك وجيتي قعدتي معانا تاكلي، هنقول لك لا. انت اللي ما تبعديش. استني رجعي لقمه البيض. وانت فاكره يا سوسو فاهمه ان انا قعدتك تفطري معايا عشان قاعد لوحدي؟ لا طبعا لا. انا ما صدقت ان اقعد معاكي واتكلم واحنا لوحدنا. طب بس لا تطلع علينا اشاعات. اشاعات؟ لا طمني يا سوسو. خليكي انا هفتح. ما يصحش يا بيه. ما يصحش على مين؟ على بابا؟ ده انت لو طولت تشغلينا عندك كلنا هتشغلينا. عايزين اقول لك قومي افتحي يا سوسو عشان تقولي لا انا ماليش خلق. وحشتني يا ونيس. مهتزة الحمد لله على السلامة. تعالي. يلا. أمال فين ياسمين؟ راحت الأوبرا. السفرية دي ضيعت عليها بروفات كتير. ازيك يا سوس؟ الحمد لله على السلامة. تعالي كلي معانا لقمة. الله واضح إن في تغييرات في البيت. هي مدام سوسو بقت آخر صبرك؟ مش قلت لك هيطلع علينا إشاعات؟
علي صوتي كمان عشان الشعاعات توصل للعمارة كلها. ها يا معتز، بعت الشقة؟ بعت وسجلت وقبضت الفلوس 180 ألف جنيه بالعافية. وطبعا ماشية بال 180 ألف جنيه فرحانة عشان يسرقوا تاني. لا طبعا، معقول أنا هغلط نفس الغلطة؟ خدت بيهم شيك وحطيته في حسابي النهاردة الصبح في البنك قبل ما يجي. طيب كويس، يبقى يروح بقى عدي على نزيبي وأنا اتفقت معاه يشوف لك شقة قريبة مننا. طب أنا هقعد هنا كم يوم في البيت على بال ما استلم الشقة وأوضبها. طيب خلاص مش مشكلة يا معتز. أيوة كده، عشان مش عارفة أنام في الأوضة لوحدي من غير ما أزعج حد. قولي بقى، احكي لي إيه آخر التطورات معاك؟ عملت إيه في مشروع العشوائيات؟ أنا راجعة سخنة للشغل. طبعا مش مفروض نستنى تعليمات، ننزل نشتغل. جهادي حبيبتي، أنا مش عايزك تراقي نفسك، نزول العشوائيات ده مش سهل، ده متعب صحيا ونفسيا. لازم نتعب، لازم نتأثر بيهم. أنا أول ما دخلت العشوائيات اللي ورانا اتصدمت، حاطين من بره سور شيك قوي، مش عشان يحميهم، عشان يداريهم من عينينا. أنت مش متخيل الناس ورا السور ده عايشين إزاي. متخيل، شفته في برنامج واحد من الناس بتاع عمرو الليثي، بجد بيقطع قلبنا. بيقطع قلبنا، وبعدين بننام ونصحى وكل واحد في حياته، والكاميرا ما بتشوفش زي عينيك ما بتشوف. تصور انا ما عرفتش اشتغل لاني تلهيت في مشاكلهم. تعرفي يا جهاد، ممكن ونيس ده عارف يجمعنا صح، حط ايده على اكبر مشكله حلها صعب، ده عايز مليارات مش مليار واحد يجمعه. صراحة احنا كمان عايشين بالعافية. شفت بقى، احنا بعيشتنا دي بنقول عايشين بالعافية، وهم رغم انهم مش عايشين بيقولوا الحمد لله. انا عشت حياتي كلها باحتياجات قليلة، النهاردة بقى دلوقتي لازم افكر في اللي هم اشد مني احتياج. أنا مستعدة أسيب شغلي وأبقى معاك، هساعدك في أي حاجة تطلبها مني. مش محتاجة يا معتزة تسيبي شغلك، هو بس تدي شوية وقت للمشروع. أبويا، ازيك يا أبو الفضل؟ الحمد لله على السلامة، أتينا نورت عندكم. لا لا لا، أنا رأيي بقى تصفي شغلك هناك وترجع تعيش معانا هنا. إيه ده، هو جنبك؟ ادهولي. يا غريب بيه، سلام القول من رب الرحيم. هو غريب بيه وكراميلا المجانين راجعين؟ لا احنا بنتكلم على الجيران. غريب بيه، ازيك يا راسل والقساية؟ وازيك كراميلا في هوليوود؟ يعني مصر على التمثيل؟ كده خلاص السينما الامريكية اتدمرت. بقولك ايه، ابو الفضل شرح لك المشروع، انا محتاجك تنزل مصر. بس بلاش بقى المقالب والحركات السخيفه اللي بتعملها. ماشي غريب بيه، ماشي، مع السلامه. مع السلامه. تاني يا ونيس، غريب ده هيعطلك، فلوسه كتيره ومصر اولى بيها، باين هو راجل طيب. اللي خلاه يهرب من مصر الفساد. الفساد زاد والعمارة كلها في خطر يا أستاذ ونيس. تصور، تصور أول نهار أفرح فيه. بس يعدي إزاي؟ لازم سعادتك يا أستاذ ملاك تيجي وتكئبني. أنا مش جاي أكئبك ولا أكئب مراتك. دي مش مراتي، دي بنت عمي. مش قضيتي، ما تدخلنيش في قضية فرعية. اتفضل كمل فطارك وأنا أحكيلك. خلاص إحنا فطرنا. أنا لسه ما فطرتش. سوسو، واحد بلبل بسطرمة وعيش فينو وشوية طرشي. هو انت قاعد في مطعم؟ اقعد افطر براحتك يا استاذ ملاك، احنا نازلين. يلا يا ونيس. مش هينفع تنزلوا، الاسانسير عطلان. هتنزلوا على السلم برضو مش هينفع، في سلمتين مكسورين. هتنزلوا على المواسير، المواسير دايبة فيها برومة. برومة؟ وايه اللي جاب برومة في المواسير؟ هو انت دريان بحاجة يا استاذ ونيس؟ ما انت نايم على روحك، على قلبك مراوح يا استاذ. عمال تلم تبرعات من كل الشقق للعشوائيات، وسايب العشوائيه اللي احنا عايشين فيها دي.
طيب ايه المطلوب مني يا استاذ ملاك؟ حضرتك تكلم شاكير هانم عشان هي جابت فرج رئيس اتحاد ملاك مؤقت وده مخالف للائحه. طيب هخلص شغلي وابقى اعدي عليها. اقعد انت صاحب بيت، اقعد افطر يا استاذ ملاك. افطر ليه؟ بتاع ايه؟ عشان ايه افطر انا؟ ماليش بيت افطر فيه. يلا يا ايناس، يلا قومي عشان تحضري العشاء. يلا يا شيراز. ابوكي لقيت الصوره دي فين؟ دي صوره صغيره لقيتها في صندوق من صناديق عم سليمان، وديتها في الكفر. يا حبيبي يا بابا. ايوه كده، الواحد حس انه من عيلة. اغلى حاجة بقت في البيت ده صورة ابوك. فعلا احنا اول مرة نعلق صورة بابا. طب يلا بقى تعالي اعملي لي ميزانية البيت عشان امشي عليها. يوه بلاش الميزانية دي وبحبحوها شوية. جري ايه يا بيت؟ احنا بنعيش باحتياجاتنا مش بالفلوس اللي معانا. في ناس مش عايشين اصلا. وبعدين تعالوا نتكلم بقى، نتكلم. الفلوس اللي معايا دي ربنا اداهم لنا وديعه، وعلى راي ونيس ربنا شايلها معانا علشان يشوف هنستخدمها ازاي. احنا هناخد اللي يكفينا كل شهر. عايزه تدي اخواتك مصروف انت حر. ليه اخواتي ياخدوا مصروف؟ ليه؟ مفيش حاجه اسمها مصروف. ما خلاص بقى اخواتي كبروا لازم يعتمدوا على نفسهم. ليه بس كده يا شراز؟ ما احنا كنا من شويه في جو اسري جميل. وهنبقى فيه على طول ان شاء الله، بس انت لازم تشتغل زي اختك. عارفه مفيش شغل كتير ودلوقتي بقى اصعب. انا ممكن اسلفك مبلغ تعمل بيه اي مشروع. انا عندي مشروع هكسب بيه حاجتين، هقرا واخلي الناس تقرا. عايز افتح كشك بيع وشراء كتب قديمه. كتب ايه يا ابني؟ هو في حد بيقرا الايام دي؟ اهو كله على الكمبيوتر والنت. يا ماما انا خريج اداب تخصص مكتبات، يعني ما اشتغلش كمان اللي اتعلمته. ولو اني موافقه امك انه قليل قوي اللي بيقرا دلوقتي، بس ده مشروع كويس وكمان عايز صبر. ماشي، شوف المشروع هيتكلف كام وانا هساعدك. هو ده. الله يسهله يا عم. طب اختك حبيبتك مفيش زقة كده جنب مرتبها العرة ده؟ ماشي هديكي زقة. وامك جواهر حبيبتك مالها الزقة؟ يا خلاصي ده انتي تاخدي مننا كلنا 100 زقة. اه 100 زقة من البلكونة. انا نفسي زقة واحدة بس، نفسي اعمل عمرة. إن شاء الله مكتوبة لك يا ياسمين. أنتِ هتغني ولا هتعزف لك ومعتزة تحزم وترقص وأنا لم النقطة. أنت بتقول فيها يا ونيس؟ أنت ممكن فعلاً في الحفلة دي تلم تبرعات لحملة المليار. مش قوي كده يا معتزة، دي أول حفلة ليا. وخد الخبر ده بقى يا بابا، هيكون معايا مجموعة موسيقيين من الأوبرا هيعزفوا معايا في الحفلة. هايل هايل هايل، كويس. يا ترى بقى دي الحفلة فين؟ ما هي أصلها خايفة تقول لك، خايفين من المشاكل مع عز الدين. مشاكل؟ طب هو ماله عز الدين؟ أصل إحنا عايزين نعمل حفلة على المسرح المكشوف في الأوتيل، وعز الدين كلم المدير، بس أنا مش عايز أعمل مشاكل مع حورية. بس ماليش كلام فارغ، مفيش الكلام العبيط ده. أنا هكلم مستر بهاء مدير الأوتيل وهتفق معاه وأخلص لك الموضوع. بس ممكن بقى تسيبوني اشوف شغلي، امارس حياتي. تفضلوا تفضلوا. اجمع في الطابور احفاد اس ونيس، اجمع احفادي اعزائي فلذات فلذات اكبادي. جد ونيس يا جد ونيس، احنا معاك نسعد ما تعيس.
بحب ورحمة نمسح وصمة، نزيد عزبات العشوائيات، وفل عليه وفل عليه. قمامة قمامة مخلفات، مين الصايع اللي كتب لكم الشعار ده؟ دي دادا سوسو. ايه هو احنا ما بنفهمش في الشعارات؟ دول هارونا في التلفزيونات. شعارات حسبي الله ونعم الوكيل. سيبك يا جدو، احنا كنا بنهزر. انا عملت لك كشف بكل المناطق العشوائيه في مصر، ودي اخر احصائيه. طبعا واخد الاحصائيه دي من على النت، ما تثقش قوي في الاحصائيات اللي على النت دي، احنا لازم نراجعها. احنا عملنا اعلان في المدرسه للتبرع بهدومنا ولعبنا اللي مش عايزينها، واللي لميناه مش عارفين نوديه فين. هنبحث الموضوع ده في المؤسسه. وانا عملت مشروع قرش من كل تلميذ من مصروفه كل يوم، اخر الشهر هنبقى معاه مبلغ كبير. بس مدير المدرسه قال ممنوع لم التبرعات، نعمل احنا ايه بقى؟ مظبوط يا سلامه، مدير المدرسه عنده حق، مش المفروض ابدا نلم تبرعات بشكل شخصي، كل واحد يلم بمزاجه. لا، نستنى لما المؤسسه تطلع تراخيص التبرعات. ها بس دي روح جميله منكم، حقيقي روح جميله، وكل واحد فيكم ليه دور بس في الوقت المناسب. طب وانا بقى دوري هيبقى ايه؟ دورك اوتوماتيكي على طول، سكرتير عام مجلس الامناء. انا اللواء سند عبد المعين. باهر فوزي محافظ القاهره سابقا والمرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا اخو مدام سهام اللي ساكنه في العماره، هي بس مسافره دلوقتي، فانا موجود بالنيابه عنها، يعني عايز اشوف طلباتكم مشاكلكم، واتاكدوا ان انا على مسافه واحده من جميع السكان. اهلا يا سياده اللواء. طب مش عيب بجد بقى، مش عيب يبقى معانا سياده اللواء ومرشح للرئاسه والعماره تبقى متبهدله بالشكل ده؟ يا شاكيره هانم، المشكله كلها انه مفيش توافق. عارفه لو في توافق بين السكان، كل حد عارف واجباته وحقوقه، مش هيبقى في مشاكل خالص. امال فين الاستاذ ملاك؟ انا موجود بالنيابه عنه. الاستاذ ملاك ما وكلكش يا شيخ فرج، هو قال انه هيفطر الاول. شوف يا اختي الفاضله، المشكله في السكان، يعني حضرتك بتدفعي المطلوب منك كل اول شهر، وسياده اللواء عبد المعين الله يعينه بيدفع عن اخته كل اول شهر. انا بقى مش هدفع بقى. ايوه مش دافعه، لان مش موافقه انك تبقى رئيس الاتحاد، المفروض نعمل انتخابات. لا 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 يا جماعه ارجوكم، انا يهمني انه يبقى في توافق. اتفضلوا، ادي حال معظم سكان العماره بيطالبوا باصلاح العماره ومش عايزين يدفعوا. تمام تمام. ده عيب التمليك، لما كان صاحب العمارة هو مالكها ومأجر الشقق كان بيخاف على عمارته، كمان المستأجر كان بيخاف انه ما يلتزمش. تمام تمام. على فكرة انا لما هبقى رئيس جمهورية ان شاء الله هعيد النظر في قانون السكن. تمام تمام. طب ما هو انا من اسبوعين جيت اشقر على شقة اختي، لقيتها غرقانة مية، العفش تقريبا نصه باظ ومحدش عوضني. طبعا الله المعوض المستعان. تمام تمام. ما انا كل ما بصلح حاجه بيبقى يرضي الله بتبوظ تاني يوم، وبفعل فاعل. مش تمام مش تمام، لان سلمتك مسؤوليه العماره يا شيخ فرج، والاستاذ ملاك امين الصندوق. اهو ملاك ده بيتقاعس عن صرف احتياجات العماره، وانا أشم رائحة تعمد. لا 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 يا شيخ فرج، لا للتخوين. سبحان الله، مش أنت فوق سهام؟ تحشمي في ألفاظك يا امرأة وكوني دقيقة في كلامك. أقصد شقتك فوق شقة سهام؟ ما تتكلم يا سيادة اللواء. أنا على مسافة واحدة من جميع السكان. أنا من رأيي نعمل مجلس مؤقت مصغر يضم سيادة اللواء والشيخ فرج والأستاذ ملك. حتى أنت يا باهر بيا مرشح للرئاسة؟ مفيش ولا واحدة ست في المجلس؟ أهي دقنا أهي أهي لو انتخبتك. خلاص يا جماعة خلاص، مفيش قدامنا غير إن احنا نعمل انتخابات. لا لا لا، أنا رأيي نعمل لائحة الأول،
نحدد فيها اختصاصات رئيس الاتحاد ونختار المجلس بعدين. لا، أنا رأيي نعمل الانتخابات الأول، واللي يوصل لمجلس الاتحاد هو اللي يعمل اللائحة، وكله بما يرضي الله. طيب، على خيرة الله، والله الموفق والمستعان. ربنا بيعين اللي بيبني، وإحنا النهاردة بناخد أول خطوة في البناء، واجتماعنا علشان نستكمل كل الإجراءات الخاصة بإنشاء مؤسسة يبقى كل هدفها إنهاء مشكلة العشوائيات في مصر، وكمان نستكمل إجراءات عمل تراخيص لم تبرعات، لم التبرعات اللي هتكمل لنا إن شاء الله حملة المليار. إيه هو المليار يطلع قد إيه يا ونيس؟ يعني يطلع كان انطار. هو بغبائه. احنا نوزن فلوس بالانطار يا عبد الله. يعني انا دلوقتي لو قلت لك المليار ده 1,000,000,000 جنيه هتفهم؟ لا طبعا. شيراز قدمت الطلب لوزاره التضامن، ناقص بعض الاجراءات نخلصها عشان نبدا. انا شايف الاهم دلوقتي ان احنا نحدد مجلس الامناء، وكمان نختار اسم المؤسسه، ونحدد طبيعه عملها واهدافها وعلى فكره ده اللي لازم كلنا نشترك فيه وبشكل ديمقراطي. انا اتبرعت ب50,000 جنيه، لازم ابقى في مجلس الامناء. انا اللي اتبرعت بيهم. بس دي فلوسي. ايه الحكايه؟ جايين نتخانق؟ يا اخي نادر، مش شرط اللي يتبرع يبقى في مجلس الامناء، احنا محتاجين ناس عندها خبره وناس موثوق فيها. طب ما ترشح لنا يا بابا اسماء عشان نتفق عليه، وتقول لنا عدد المجلس ده كام؟ احنا رشحنا 8 أسماء فعلا، من دكاتره الجامعه ومن رجال الاعمال ومن الاقتصاديين. في شخصية عظيمة يعني لها خبرة عالية قوي في المجال ده، وأنا الحقيقة اتعرفت عليه قريب، يعني راجل قدم للبلد خير كتير وعمل مؤسسات كتير زي بنك الطعام وبنك الكساء وبنك الدواء. أنا بقترح ترشيح أول واحد ناقش وعرض صور العشوائيات وهاجم الحكومة السابقة بشراسة في برنامج واحد من الناس. ده مظبوط. وأنا لما نشرت موضوع حملة المليار اتصلت بيا الفنانة حنان ترك وطلبت إنها تشارك في المؤسسة. ايوه فعلا، دي بتشتغل في مجال الخير كتير قوي. محتاجين في مجلس الامناء واحد يمثل الصحه، دكتور كبير مثلا. على فكره انكل، احنا لازم نشوف حد يمسك الدعايه، مش اي حد يعني، يصور بقى المناطق دي ويصور بشكل تسجيلي اللي المؤسسه هتعمله بعد كده. الناس محتاجه تصدق وتثق عشان تتبرع وتشارك. ويا ريت ينضم لمجلس الامناء واحد عانى وعاش في العشوائيات. مش مهم يا حمدية، ما تشغلش بالك يا عمي، أنا ما بدورش على مراكز والله. يا سيادة المخترع حلقوم، حمدية ما تقصدش إن احنا نختارك أنت في مجلس الأمناء، هي تقصد حد عاش في العشوائيات 30-40 سنة، وهو ده فعلا اللي هيفيدنا. طيب عايزين نختار اسم المؤسسة. مؤسسة ونيس العشوائيات. ونيس انتش؟ ايه ده كده يبقى اعلان ان بابا بيبني عشوائيات مش بيطورها. لا، نسميها الانقاذ الوطني. ايه ده؟ ايه الاسماء دي؟ واحنا داخلين حرب؟ يا ريت يا انكل نسميها ثورة العشوائيات. دي لسه جاية لو ملحقناش. نسمي المؤسسة ساهم في المليار ما تخشش النار. هو ملمح ديني لطيف، بس بلاش، دي دعاية انتخابية ما تنفعش هنا. هيا بنا نعمل. لا لا لا، دي قريبة من هيا بنا نلعب. مؤسسة الجهاد لتطوير البلاد. ايه يا جهاد؟ عشان اسم الجهاد هنسميها الجهاد؟ ما نسميها احسن مؤسسة ونيس واولاده. احنا نسميها مؤسسة الى الامام. ده فيلم الناصر صلاح الدين. ده مؤسسة سوا ده ينفع اسم برنامج اطفال. استنوا، بنت حمدية قالت اسم هايل، المعنى كويس، ما
مؤسسة سوا سوا. لا هي مش سوا سوا، هي سوا واحدة، مؤسسة سوا. لا لا، سوا يعني معا، تبقى مؤسسة معا لتطوير العشوائيات. اشتغل يا عبد الله. انشان مؤسسة معا لتطوير العشوائيات. بوم. انا بصراحة انا عجبني الامبقمنتش دي، عجباني قوي. هو هايل فعلا، الاسم فعلا فيه دلالة وبعيد عن الفردية، والمشروع ده فعلا كده عايز الناس كلها تبقى مع بعض وتساعد. انت هتسجلي اسم المؤسسة باسم معا لتطوير العشوائيات كاسم مؤقت قابل للتغيير. ليه قابل للتغيير ليه؟ ما قلنا ديمقراطية. الديمقراطية بتقول ان مجلس امناء لما ينشأ ويجتمع هو اللي يختار اسم المؤسسة. وطبعا انت هتبقى رئيس مجلس الامناء. ما قلنا الديمقراطية، والديمقراطية بتقول ان مجلس الامناء هو اللي يقرر.